السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عارفين ده ايه؟ طبعا اكيد. بصوا، احنا دلوقتي بنجيب الازايز اللي عندنا القديمة، تمام كده، ازايز الشويبس او البيبس او اي حاجة. شايفين الفكرة هنا اهي، دي ازازة البيبس بتاعتنا، بنقطعها كده. انا بحاول ان انا ايه يعني اكسب وقت، عملت لكم كذا فكرة منها، حتى لو كانت انت قطعتي اللزقة من عليها واللزقه كانت مطوصه كده، انت ممكن تغطيها بفكره من القماش او الدانتيل اللي عندك، تمام كده. اهو انا دلوقتي معايا الفكره اهي، بقطع الزور بتاع الازازه كده واجي كده واقسم الازازه زي ما انتم شايفين كده، وابدا بقى ان انا اقطعها. بصوا طبعا الازاز بتاعتنا اهي تقدري تصنعي منها اللي انت عايزاه. يعني بصوا اصلا ممكن تعملوا فكرة من دي برضو، بس مش مشكلة، احنا خلونا في الفكرة اللي احنا شغالين فيها. طبعا انت حسب الستارة اللي انت عايزاه، عايزة تغلفي الستارة لو هي كبيرة، اللي هو القماش البطانات الكبيرة دي، هعمل مثلا دي 2 مثلا 3 حسب ما انت عايزة. اهو الفكرة بتاعتنا اهي، سهلة وبسيطة، وتصغريها وتكبريها على قد الجبير اللي عندك، تمام كده. اهو اهي تقدري تمسك بقى الستاره معاكي بشكل حلو جدا، هي بس عبال ما تظبطيها بتاخد يعني عبال ما تظبطيها بس اهي، تمام كده. انا مثلا عندي جبير عايزه احط لها، جبير عايزه احط لها اللي هو الاستراس ده، في مثلا عندك بالاستراس ده زي ما انت عايزه. انا عملت اهو فكره بالاستراس اهو، شايفين، وتثبتيه بقى بالشمع كده اهو، شايفين الفكرة، بسيطة وسهلة. وتمسك كلبش بقى في الستارة. بصوا عايزة برضو في فكرة، طبعا بما ان النور بيقطع واحنا طبعا عايزين ننتهز فرصة ان النور بيقطع ونخلي الستاير بتاعتنا مضيئة اهو. بصوا الفكرة، هجيب مثلا الحاجات اللي هي المضيئة دي، طبعا الجزء ده والجزء ده بيقفلوا على بعض، فهنيجي بقى نحط هنا كده شمع اهو، ونروح حاطين الجزء ده، ونيجي هوريها لكم في الضلمه بتعمل اضاءه مش قادره اوصف لكم على الجمال. طبعا النور بيقطع، تروحي حاطه بقى الفكره قدامك كده اهو. طبعا الحاجات دي بتبقى حلوه جدا وبتقيد، النجوم دي بتقيد، انا حطاهم عندي في اوضه النوم في السقف، بتقيد بشكل حلو جدا، شايفين الفكره اهي. ادي فكرة اهي من ضمن الازازة الشويبس. عايزة برضو اعمل معاكو في هنا القطعة دي اهي، شايفين برضو دي قطعة من من ازازة الشويبس بتاعتنا، بحاول اظبطها، واجي بمسدس الشمع كده اهو، واخد قطعة من الجبير اللي عندنا اهو كده، والزقها عليها، شايفين الفكرة، وابدأ برضو امشي كده بالشمع برضو من ازازة الشويبس، ولا هتغرمي مسكات ستاير والبتاع اللي بالشراشيب دي، عارفين وحشة جدا عندي وبحبهاش يعني. اهو بصوا، وهنقفل على القطعة طول ما احنا ماشيين كده، نظبط حتى لو لقيتيها مش مظبوطة، لاني طبعا الازازة طبعا فيها منحنى، يعني في حتة كبيرة من تحت وصغيرة من فوق، فانت حاولي تظبطيها على قد ما تقدر اهو. بصوا الفكرة بسيطة وسهلة وما فيهاش اي حاجة. انا لو تنيت الحتة دي جوه اهو، عشان لو هي كبيرة حرفها ما يشرشبش اهو، وابدأ اقفل كده بالجبير بتاعنا اهو، واثبت الاحراف، شايفين الفكرة، سهلة وبسيطة جدا اهو، بنعملها مع بعض اهو، شايفين، وابدا الحرف الجبير ده الدانتيل ده اثبته، لان الجزء ده اللي هو عند رقبه الازازه فكان السمك بتاعه مضغوط، تمام كده. هنعرف بقى ان هي من فوق كده، السمك ده الصغير يبقى الستاره من فوق. هاجي برضو اجيب الفرنجي ده، لقيتي حته مثلا معاكي حلوه كده اهو، ناخدها نعملها الجزئية دي، حتى لو هقطعها اهو مقص بوز
اهو. وهنا زي ما انتم شايفين بقى هجيب مسدس الشمع مع بداية الطرف ده، وهحط الايه الفرنش بتاعنا اهو مع البداية كده، وابدأ امشي معاه طبعا بسحب الايه قطعة الازازة اللي هنعملها تعليقة الستارة اهو. بصوا الفرنش بقى ده جميل، وتقدري تشطفيه حتى على ايدك كده اهو. انا عاملة الفكرة دي على فكرة من سنة وزيادة، بس كل الناس جم عندي في العيد عجبتهم الفكرة قالوا لي طب ما تعمليها تاني بس طوري فيها. بصوا قلت لهم حاضر ماشي انا تحت امركم. بصوا بقى الفكرة اهي، وطبعا عشان الحرف بتاعنا ما فيه فرنش فهمشي بيه في المربع وانا طالعة. يعني بصوا الفكرة اهو، هخليه برضو وانا طالعة بالايه بالجبير اهو، واقفل على الفرنشة دي عشان ما تفكش خالص اهو. بصوا يبقى انا عملت تعليقة الحتة دي طبعا اللي هي عند بق الازازة اهو. بصوا عملت ماسك للستارة بشكل جميل اهو، شايفين يعني الكاميرا والله ظلماه، هو شكله جميل جدا اهو ماسك الستارة. هديكم مثال ان هو ماسك ازاي. مثلا دي الستارة بتاعتنا اهي مجوزة اهي اهي. هبدأ بقى ان انا امسك الستارة بتاعتنا كده بالشكل ده اهو. بصوا ضمها على بعضها، شايفين الفكرة، والبلابل دي بقى باينة اهي. عايزة بقى كمان اعمله يبقى كأنه مضيء، اروح حاطه بصوا شمع كده عشان طبعا لما النور يقطع يبقى نستغله ان هو يدينا اضاءة، وهوريكم لو النور قاطع مثلا او هطفي النور ووريكم ان هو بيدي اضاءة. فكرة جميلة قوي البتاع ده، بيتباع عند رنين ب15 جنيه اهو. بصوا فكرته سهلة وبسيطة جدا اهو، وده بقى في الضلمة كده حتى لو ضللتي عليه كده بيديكي نور هنا بمبة هنا نور اخضر، فالفكرة حلوة جدا مع استغلال قطعان النور عشان نقدر نتعايش مع النور المقطوع. تمام كده. عندي بقى تاني حاجات تانية اهي، بصوا دول اللي كانوا موجودين ومفكوكين، فهقعد اعمل ايه اعادة تدوير للحاجات اللي اهلكت باظت اهو، واجي اديها مثلا قطعة من الايه من البتاع المضيء ده كده، ستارة في اوضة النوم، ستارة اوضة البنات، ستارة الريسبشن كده. بصوا فيها كان فيها شمع وحاجات تانية اهي لازقة فيها اهو، وطبعا الحاجات دي بالاستعمال الولاد بيقعدوا يشدوا فيها ويقطعوها اهي. دي برضو تقدر تشتغل مرة كمان، ان انا بحطها دي على ستارة عشان لونها احمر كنت بحطها على ستارة البانيو في الحمام اهو. بصوا اهي الفكرة، وهتبقى برضو عليها النجوم المضيئة بتاعتنا. بصوا اي ازازة بيبس، مش شرط ان انت هتعملي، عايزة تعمليها عريضة كده مش هتقولك لا عادي، ممكن نجيب برضو تغليف. انا عاملة الفكرة بصوا منها اشكال والوان، ممكن تجيبي تغليف زي كده اهو، مثلا لو انا غلفتها بالمنظر ده كده اهي. طبعا القطعة القماش اللي عندي مش عريضة قوي، فهعمل ايه هروح جاية شايلة الزيادة من هنا اهو. طبعا انا ماشية مع خط الازازة اهو، شايفين فكرة سهلة وبسيطة جدا وهتعمليها بكل سهولة. وهنا برضو الحتة دي برضو معوجة شوية، فهحاول ان انا ايه اقصها اهو. معاكي الازازة بقى، عايزة تخلي دي كبيرة مثلا، عايزة تصغريها شوية مفيش مشكلة، حسب القطعة القماش اللي معاكي صغريها واعمليها على قدها. بصوا اهي شايفين، امشي بقى مع القماشة بتاعتي اهو داير ما يدور. بصوا انا عاملاها اهي برضو اهي، كانت متعلقة برضو دي في ستارة البلكونة، حتى بصوا العوامل الجوية اثرت عليها اهي، بس كنت عاملاها لستارة البلكونة حلوة قوي احسن من الفرنش. وبصوا برضو الفرنش انت تقدري تحطيه يبقى ماسك للستارة بشكل حلو قوي اهو.
هعمل الحاجات دي وهوريكم فكرة كمان. وهنا بقى بصوا زي ما انتم شايفين انا جبت قطعة اهي، حبيت ان انا اقفلها واعمل قطعة تانية زيها، فقلت هقص القطعة دي. فاكرين القطعة اللي انا عملت منها البوت اللي كانت بخمسة جنيه القطعة؟ انا كنت جايبة من اللي عند الست كله. فطبعا اهو ببدأ بقى ان انا احط عليها الفرنش. انا حبيت بس اوريكو ان انت تقدري تزينيها باحسن افكار ممكن تعمليها. اهو بصوا طبعا اهو الفرنش ده طبعا اهو هيدي بقى شكل اهو، تقدري تغيري من شكل الازازة تماما اهو. بصوا كده محدش يتخيل ابدا ان دي ازازة الشويبس اللي احنا بنشربها، وكمان نقدر نستغلها بفكرة تانية خالص. شايفين اهو وثبت عليها عشان تلزق كويس اهو، شايفين الفكرة. وممكن برضو اعمل لها الفرنش ده من فوق اهو، ممكن بقى اخدها الناحية العكسية كده اهي، وتبقى ماسكة الستارة من الناحيتين. انا بوريكم بس الفكرة، اللي عايز بقى يعمل شكل تاني، اللي عايز يحط خرز، اللي عايز يحط فرنش، الفكرة بس انها توصل لكم ان هي معمولة من الازازة. شايفين اهو بصوا سهلة وبسيطة، وغيرت معالمها تماما. بصوا الفكرة حلوة جدا اهي، الشمع ده بيلزق في ايدي اكتر ما يلزق في الازازة اهو. بصوا وابدأ بقى ان انا اقص الفرنش الزيادة اهو، تمام كده اهو. شايفين حد هيتخيل؟ وإلا بقى لما تشوفوها وهي متعلقة على الستارة، يعني هتشوفوها بشكل مش متوقع خالص. طيب هنعمل بقى أختها من نفس الفكرة. أنا قلت بقى هعمل معاكم واحدة، هي دي كانت الإزازة اللي كانت الستيكر لازق عليها وكان وحش، فحبيت إن أنا أوريكم إن حتى لو هي وحشة أهي إحنا قدرنا نتغلب على النقطة دي اهي، ونشيل بقى الزيادة. يعني انا هبدأ احط هنا الشمع، ولقيت الناحية التانية ملوحة شوية، فقلت خلاص نشتغل من الناحية دي، والناحية الملوحة دي الزيادة هنقصها. تمام كده هبدأ برضو ايه امشي معاها اهو، انا بحاول باستعجال لاني طبعا الازازة بتتقوص كده شوية من الايه من الشمع معانا اهو. تمام كده اهو بحاول ان انا ايه اثبت واشد من الناحية التانية عشان القطعة دي هتبقى اصغر شوية، بس هي الفرنشة دي بتمط. بصوا بقى الفكرة ان انا هحط الاتنين دول في مكان واحد يعني جنب بعض، فعايزة اخلي الاتنين يبقوا زي بعض. بصوا طبعا هنا القطعة قصيرة، بصوا بقى هشد دي لانها استريتش. شايفين الفكرة ان انا شدتها اهو عشان تبقى مغطية من تحت زي ما انتم شايفين كده الفكرة اهي. انا بغطي الشمع في ايدي اهو، شايفين الفكرة حلوة ازاي اهي. هاجي بقى هنا هشيل الزيادة دي اهي، مش عايزة الزيادة عشان طبعا هحط لها الفرنش بتاعنا اهو. هاجي هنا برضو واروح حاطة الفرنش ده اهو زي ما لزقنا بقى في الاولاني اهو. الفكرة سهلة وبسيطة، واتمنى ان انتوا تجربوها عشان هتدعولي لما تجربوها وتعرفوا مسكات الستاير دي انتوا مش هتقدروا تستغنوا عنها. والله متعلقة عندي بقالها اهي، يعني دي السنة التانية اهي. حبيت بس ان انا اعمل لكم اجدد لكم الفكرة ونعملها بشكل مختلف عشان تقدروا تعجبكم وتقدروا تنفذوها. هاجي بقى من الناحية التانية اللي هي بصوا مش متغطية قوي بالفرنش، هاجي كده من هنا واروح حاطة الفرنش هو هو بس بالناحية الايه العكسية اهو. بصوا شايفين الفكرة، وهاجي هنا الحتة دي مش لازقة كويس الزقها، لازم اهم من الشغل ان انا اظبط الشغل. تمام كده اهو هظبط برضو الشغل معانا اهو،
ومعانا الفرنش بقى نطلع ننزل بيه اهو زي ما هو معانا. ماشي اهو الفكرة قدامكو وعايزاكو تنفذوها. بصوا حلوة جدا جدا. انت هتحسي ان انت اشتريتي مسكات ستاير بس على مزاجك. بصوا طبعا مع الفرنش ده بقى كده والشغل ده اهي واحدة وواحدة اهم اتنين اهم تمام. هاجي بقى اخد الايه اللون البامبا والاخضر اهو وفي اصفر كمان اهو تمام كده. هاجي بقى اخدهم هاجي في النص هنا اهو زي ما انتوا شايفين كده في النص عشان النص ده اللي هيظهر قدامي. هعمل واحدة وواحدة اهو. بصوا بقى دول هيقيدوا في الضلمة ويبقوا ازاي. الفكرة هتبقى جبارة اهو. بصوا هاجي هنا برضو في النص هعمل واحدة وواحدة اهو. مثلا هنا واحدة الصفرة اهي احط قصادها الايه الكشمير دي اهو. شايفين حطيت الكشمير والصفرة وهنا الكشمير والخضرة تمام كده. هاجي مثلا على دي شايفين دي انا كنت بحاول ان انا ايه اثبتها بس ما ثبتهاش من الناحية دي عشان كانت عايزة تتقص تمام. اهو بحاول ان انا اقص الزيادة اهو شايفين. واجي بالشمع هنا على القماشة بتاعتنا اهي عشان طبعا الازازة هنا دي ضعيفة دي ازازة بيبس فعايزة ايه بتقفع معايا تمام كده اهو. طيب هل انا هعمل هنا ايه بقى؟ بصوا عندي مثلا فرنش تاني عندي مثلا بصوا يعني فاكرين الجيبة اللي احنا خدنا الجزء منها ممكن احط كده ويتدي شكل تاني خالص غير اللي احنا عملناه. هتداري الابيض ده اللي لاني انا بحط ديت في البلكونة بمسك بيها ستارت البلكونة اهو. بصوا هثبت في الاول وفي الاخر شايفين. واجي هنا اهو بثبت وارجع تاني امشي معاها واشدلها اهو وامشي معاها برضو واشدلها شايفين اهو. شايفين ادت لمعة وفي نفس الوقت خدت الجبير كتصميم شكل تاني اهو ادى شكل برضو حلو جدا اهو. واقطع بقى الزيادة زي ما انتوا شايفين كده هقطع الزيادة بتاعتنا اهي وهثبتها بقى من هنا كويس قوي في الجزئين اهو تمام كده اهي اتثبتت كويس جدا. هاجي بقى بعد كده اروح واخده الايه الفرنش بتاعنا ده ممكن احطه في النص ممكن احطه على الحرف اهو. المهم ان انا ايه اعمل شكل كويس شايفين بقى هنا اهو ركبت الفرنش اهو. وهاجي برضو في النص هنا اثبت كده واحط واحدة من دي وواحدة من النجوم المضيئة دي عشان هتقدلنا بقى لما النور يقطع تمام كده. بصوا عملت واحدة بالجبير اهي شايفين وبرضو النجوم المضيئة وعملت اتنين اهم شكل بعض عشان يتحطوا في مكان واحد وعملت واحدة بيضة. وهنا بصوا دي كانت برضو معمولة من سنة او من سنتين هحاول ان انا اكملها قدامكم لانها الولاد شدوها اهي. ده كان بالشريط الخيش اهو شايفين. هبدأ برضو ان انا ايه الزقه عليها اهو وعاملة برضو شكل تاني باللي هو بالاسترس المضيء. هي مشكلتها ان هي ايه بصوا بتقفل على بعضها. هي دي مش مشكلة هي حلوة مع الستارة انها تقفل على الستارة اهي. بصوا هتمسك في الستارة كده كأنها بتكلبشها تمام كده. يبقى احنا عملنا اعادة تدوير للازايز اهو. واجي برضو احط هنا في النص كده عندها
عشان النور لما يقطع احط لون كده اهو. شايفين النجمه المضيئه دي اهو كده، حطيت لهم بقى التجديد بتاعهم ان انا عملت لهم الايه النجمه المضيئه. نيجي هنا مثلا، شايفين انا حاطه هنا ايه اللي هو الشريط الالماس ده، شايفين؟ بس عادي ممكن احط برضو في الحرف عليها فرنش كده تدي برضو شكل حلو اهو. وعندي فرنش تاني بتاع اللي فايض من الستاير اهو، ما اجي اعمل ستاير لولادي. في حاجات انا بعملها لولادي بس ما بيبقوش عايزيني يعني اصورها، يعني ملايات او حاجة ما بيبقوش عايزيني اصورها، بتاخد مني وقت جامد، بس في نفس الوقت يعني بحاول ان انا ما زعلهمش يعني، فاهميني؟ اهو بيجي بقى هنا واروح قصة الفرنش الزيادة، حتى هي كانت قطعة صغيرة اهي من ازازة صغيرة، بس طبعا الفرنش ده ادها ايه، ادها طول اهو. واجي برضو هنا هحاول ان انا ازودها كده، واقفل القطعة دي بالفرنش التاني اهو. الهدف حاجة ان انا مثلا بصوا شكل الالماس في النص والاحراف بقى فيها الفرع الفضي زي اللي في النص طبعا فضي اهو. دي طبعا هتبان جدا في اي ستارة من الستائر اللي متعلقة اهو، هتبقى شكلها طبعا انتوا شفتوها صغيرة جدا، فالفرنش ده ادها طول اهو شايفين، وخليها بقت حلوة جدا اهو كده. عاملين اشكال، حتى دي تقدري تصمميها برضو الستارة، بس انا مش برضو اخد الحاجات دي، انا بعتبر بقصرها على قد المكان. تمام كده، دي الفكرة النهاردة اللي احنا كنا عايزين نعملها من اعادة تدوير ازايز الشويبس طبعا اهو. وفي فكرة تانية كنت عايزة اعملها معاكم، طبعا البتوع المضيئين دول بيتعلقوا في السقف، بيبقوا حلوين جدا، عايزاكم تجربوهم، حلوين جدا اهو. طبعا عملنا كمية دي من الايه الستاير اهي، عايزاكم تجربوا ازايز الشويبس دي وتشوفوها مع الستارة، هتعجبكم جدا جدا. اتمنى الفكرة تعجبكم اهو. بصوا طبعا بفردها اهو بالعافية عشان خاطر تقفل على شبيهة الستار، وهعمل لكم برضو فيديو قصير اوريكم شكل الستاير وهي متشبكة فيها. بصوا بقى عملنا كام واحدة من كام ازازة، ما كناش محتاجينهم وكانوا هيترموا. طبعا كل الافكار دي هتعجبكم جدا، واتمنى تجربوهم، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.